زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذا اللقاء هذا اللي كنتمناو يكون يعني لقاء قصير. وكتعرف انتم كما كتلاحظوا حتى يعني كنصوروا فقط بالهاتف، يعني حتى الشروط ديال التصوير متوفرش، ولكن كان لزاما ان نقول كلمة في هذه الليلة يعني الوطنية المباركة بعد اصدار الستار على انتخابات 7 اكتوبر. بداية نهنئ حزب العدالة والتنمية بفوزه بالمرتبة الأولى، ونهنئ باقي الأحزاب ونهنئ الدولة على الأجواء اللي مرت فيها انتخابات، رغم أنه كانت هناك يعني أجواء مشوبة بعدم الخروقات والاختلالات بحسب ما رصدت عدد من يعني الجمعيات وعدد من الفاعلين الحقوقيين. ولكن عموما كنهنئ حزب العدالة والتنمية، وإن كنا نعتقد ولا زلنا جازمين بأن هذه الانتخابات لا يرجى منها خير، على اعتبار أن البنية أو العملية السياسية في المغرب لا مخنوقة ولا تسمح لأي فاعل مهما كان عدد مقاعده ومهما كانت نيته ومهما كان صدقه النضالي أن يغير، كما قلت لأن العملية مسورة. وما غندخلش في التفاصيل اللي شرحتها، ربما تجي فرصة أخرى نشرحها. فقط نبغي ننبه هو أن الفوز لحزب العدالة والتنمية لم يفاجئنا، وكنا سباقين إلى إثارة هذه تدوينة كتبناها في 6 أكتوبر، كنقولوا فيها أعتقد أن بن كيران سيقود حكومة ما بعد 7 أكتوبر إلى جانب بن عبد الله والحركة الشعبية، ولتنفيذ ما تبقى من جرائم ضد الشعب. وهنا يفهم سياق البيان ديالنا بين عبد الله والمسيرة ديال الدار البيضاء، ويعني الهجوم ديال حصاد عليه وتصريحات الملك خطاب العرش يبرئ النظام ذمته مما سيقترفه بن كيران لاحقا، وإلى يعني آخر تدوينة. إذا الفوز ديال هذا الحزب هذا ليس بجديد وليس بمفاجئ، وهو طبيعي وطبيعي جدا. ولكن فقط نبغي نسجل بعض الملاحظات السريعة جدا، وهو أن هذه الانتخابات خصنا نحطها في حجمها الحقيقي. هي لا تمثل إرادة المغاربة ولا تمثل، لأنه كيوقع التضليل بهذا العنوان. فاز من وبكم من الأصوات فاز، ومن أصل من فاز حزب العدالة والتنمية ضمن انتخابات كتقول الداخلية أنها نسبة المشاركة فيها وصلت 43%، يعني عندنا واحد 57% ما شاركش. إذا هذه انتخابات غير شرعية وغير قانونية ما لم تتعدى عتبة عفوا 50% ديال المشاركة. كما خصنا نقول واحد الملاحظة أخرى، هو أن هاد 43 اللي كنهضروا عليها 43 من أصل واحد المليون وشي حاجة يعني المسجلين، يعني واحد أكثر تقريبا شي 30 مليون مغربي اللي ما مسجلش ومقاطع، واللي يكونوا مضطرين باش ينفذوا ويستسلموا لهذه السياسه ديال واحد الاقليه غتنفذ يعني مشاريع في حقهم. وهذا مشكل خطير في المغرب، يعني واحد الاقليه صغيره غدا تفرض برنامجها على واحد العدد من المغاربه. وهنا كذلك هذا كيحيني لواحد القوس مهم، هو برنامج. اي برنامج؟ لا حزب العداله والتنميه عنده برنامج، ولا البام عنده برنامج، ولا الاتحاد الاشتراكي عنده برنامج. وهذه ماشي هضرتي، رئيس الحكومه في اخر حوار ديالو مع احدى الجرائد الصحفيه اعتقد وكاله اسبانيه كيقول بان الملك هو من يحكم، هو رئيس الدوله هو اللي كيحكم في هذه البلاد وانا غير كنعاونه. اذا من غايه من هذه الانتخابات وهذا الشيء الصراع؟ شكون غيفوز؟ والناس كيسبوا في الفيسبوك، والصراع صراع حول ماذا؟ واش كاين شي حزب عنده برنامج؟ واش كاين شي حزب غادي يحكم؟ وانتم شفتوا ال50 الاخر رئيس الحكومه كيختم، ومع ذلك شاركوا يعني بعض المغاربه في هذه العمليه رغم هذا التصريح الخطير. لو قيل هذا التصريح اللي قال رئيس الحكومه في اي دوله ديمقراطيه كانت تكون نسبه المشاركه على الاقل واحد 2% ولا 3%، ولكن مع ذلك كيشاركوا. وهنا كيبان بالملموس طبيعه العمليه الانتخابيه في المغرب، انها لا تعكس يعني لا تعكس القوه السياسيه ولا تعكس واقع الحال. فوز ديال العداله والتنميه هو لا يعني انتصاره ولا يعني قوه برنامجه ولا يعني انه الحزب البديل. حزب العداله والتنميه كاين تستافد من العزوف السياسي. المشكل الخطير في المغرب هو ان الناس اللي فاهمين واللي نظافين واللي كذا مقاطعين، وان الناس اللي كيصوتوا اما في معظمهم هما ناس ديال البي جي دي مرتبطين ايديولوجيا، يعني الحزب يذبح يقتل يشرد المغاربه يبيع المغرب يبيع السبته الرباط والدار البيضاء كاع يبيعها لفرنسا والجزائر بوثيقه غيصوتوا عليه. علاش؟ لانهم عندهم ارتباط عقائدي ديني معهم، كي هو مقتنع بعضياتهم بانهم ما كيقصدوش هذا الشيء هذا الوطن بقدر ما كيقصدوا واحد الدوله ديال الاسلام غادي تجي واحد الوقت. بالتالي ذبح الدستور، الاجهاز على المكتسبات،
الاحتجاجات للمجازر ضد القضاة ضد الصحفيين، الزيادة في الأسعار، الكذوب، هذا الشيء كله لا يهم. هذا إشكال المغاربة، خصكم تخوضوا من هذه النقطة. ناس ديال البي جي ديال القاعدة اللي كتصوت كيعيشوا بحال اللي واكل القرقوبي كيما عدد من الناس. دونك واحد النوع ديال البشر ما مرتبطش بالإنجازات. دابا مثلا غنجي وخا غنقول لك أنا شوف ها هو محضر مزورها، محضر اصلي، ها القاضي، وخا نقول لك رميد ما دار والو ما غيسمعلكش، وبالنسبه له صافي يعني مبلج، وديما عنده عقليه ديال المؤامره، اجوندات، ما كيبغيش يقتنع. اكبر اساءه واكبر عربون على انها انتخابات، ولان اننا كنتظرنا جرائم، ولا كنتظرنا الجحيم. غناخذكم المغاربه وحده، كاينه بزاف حيت هضرت في حلقه، نعطيكم غير نقطه. المغاربه تقتنعوا بانه ما كاين لا انتخابات لا والو، وباننا حنا شعب. ما عرفتش نقول لكم شي كلمه، تصوروا جريمه اسفي، رجال شرطة قضائية كتشكي شدوا وثيقة وتيخبعوها عام واستشهر، وماشي وثيقة ديال شي محاسبات ولا فلوس ولا استشهر. مواطن محكوم عليه مدى الحياة، عيشوا هذا المشهد المغاربة، مدى الحياة. جريمة قتل الروح، كيجيو وكتبان بأن الشرطة مخبعين ديك الوثيقة. عبد الكريم الحموشي المدير العام الأمن الوطني كيعفي مدير ديال وي الأمن، مدير ديوان ولي الامن، وكيعفي رئيس الشرطه القضائيه. هذا الدوله، هذا الحموشي اللي نتوما كتحسبوا. المفروض ان الرميد هنا يفتح تحقيق، يعني وثيقه مخفاه، جنايه خطيره في دول اخرى فيها المؤبد. تصوروا وماشي يعني عيشوا معي هذا المشهد. ما دار والو النيابه العامه، ما دار والو الوكيل العام، ما دار والو الرميد. كيفاش المغاربه هذا النوع ديال البشر غيولي يحكم من بعد 7 اكتوبر؟ كيفاش هاد الانتخابات؟ كيفاش هاد الناس اللي كيدافعوا في فيسبوك على البي جي دي؟ كيفاش هاد الناس اللي كيقولوا البام واستقلال وحنا وفرصتك للاصلاح؟ علاش البشر اناني؟ علاش البشر ونقول هاد الكلمه، ما بغيتش نقول شي كلمه يعني ونقولها، علاش البشر مجرم؟ لان الاجرام المغاربه الخطير، الاجرام الخطير والرعب، الرعب ماشي هو داك الشرطي اللي خفى وثيقه، وماشي داك المواطن اللي ذبح ولا قتل. لان مواطن ممكن يدير الجريمه، شرطي يقدر الى حصل يدبر راسه. الرعب، الرعب، الخلعه، الرعب هو ديك المسؤول ولا ديك الاداره ديال الدوله اللي كيشوف الجريمه وما كيتحركش باش يصلح. هذا هو الرعب. المؤسسه، ها هي النيابه العامه، مؤسسه اللي كتحمي حقوق المجتمع، كاينه وثيقه. لو كنا في دوله ديمقراطيه، لو كنا في اي دوله اختاروا، ممكن الحكومة تطيح، الدولة، البرلمان يعقد الجماع، ما كيهمناش داك المواطن ولا مواطنة، لا، حتى راه ولاية الأمن والشرطة، وثيقة تخبعت عمونس، هذا الرعب. تصوروا ولا شي برلمان ولا أحزاب دارت بيانات ولا مجتمع حقوقي تفاعل ولا بعض، كنلقى مساكن غير المواطنين مخلوعين والتدوينات، شنو والناس مهتمين بالانتخابات؟ اش من مستقبل هذا لرئيس النيابة العامة ما يضربش ما كرة دابا خرج بيان ساكت. ساكت يعني الناس مفزوعين. واش المغربي ملي كيشوف مدير ولي ديال ديوان ولي امن ورئيس شرطه قضائيه يخبع وثيقه حاسمه الفائده لمصلحه واحد الانسان؟ البصمات كتقول لك هذه الوثيقه، هذه البصمات ما فيهاش البصمات ديال هذا الشخص، واش الشخص مؤبد وجايب. حاولوا المغاربه تفهموا معايا هذه النقطه، حاولوا، راه ما كنتعمقوش حنا في الصور. ناس في المغرب، عدد من الناس ما كاينش الحس الوطني، بنادم عنده مصلحته مع البي جي دي، كاين اللي واخدها غا قصاره، غا بحال شي صراع ديال شي روبويات ولا فيسبوك، شكون غيربح البام، كاين اللي باغي يغدك، ما عندوش بنادم الوطن في قلبه. انا ما كيهمنيش داك الشرطه تخبع، كيفاش المؤسسات ديال الدوله من غير السي الحموشي مشكور؟ كيفاش؟ انا المدير العام درت تحقيق اداري وقفت لك جوج، خاصني النيابه العامه في بلاصه تفاعل، ما تفاعلاتش، الرميد ما تفاعلش. كيفاش هذا الرميد حزب هذا غدا غيحكم وياخذ 96 مقاعد وباقي غنشوفوه انا مره اخرى؟ هادي بلا ما نمشي انا محضر مزور محضر اصلي، ويجي عنده مواطن يقول له ادعيهم الله، وديك المحاكمه ديال كازا والمحاكمه ديال بن سعد والشواهد مزوره، وقلنا متزوير وضرب عامين ديال الحبس. صحه وتزوير، ما انا صحفي فتحوا معايا بحث، ما تزوير بالعلال. غير هاد النقط ما غاديش نناقش لكم بزاف. كيفاش غيوليو يرجعوا هاد النوع من البشر؟ واحد اخر تيبغي، واحدين اخرين بنادم عنده وعي بسيط، فيسبوك قواعد مدجنين مشارجين، ما عارفش الوطن، ما عارفش حنا فين كنهضروا، وقاس كيهاجمني ومدلجنه هو راه عندهم الصح. علاش البشر ما يشدش يقول المهداوي كيقول علاش النيابه العامه ما فتحتش تحقيق في هذا المدير ديال الديوان دي؟ علاش ما يقدش البشر يحل هذه؟ لان البشر ما عندوش الوطن وما عندوش الاخلاق وما عندوش الحس.
كيجي والله رحنا غير مسخرين ضد هاد العباد. راه اي واحد يدير هاد الشيء راه غنتاقدوه، ويكون الياس العماري ولا شابط واتحداكم ولا الشقر ولا اي واحد، راه اللي في الحكومه غنتاقدوه انا. راه يجي اي واحد، واش المغاربه يكون هذاك خينا خوك اللي في الحبس مضروب بالمؤبد ولا اختك؟ عيشوا هاد المشهد، عيشوا عيشوا عيشوا. بصمات كتجي عام وستشهر وكتخزن، وكتجي كدير انت انتخابات وكتعلى الفوز وكدير المهرجان. واش هذوك وهذيك راه صوره مصغره اللي ممكن يوقع لاي واحد، شنو وقع داكشي؟ وفي الوقت اللي الرميد مولف كيخرج بيانات على التخربيق، بيانات وكتب في التدوين، علاش ما تخرجش بيان في هذه الواقعه؟ قول نيابه العام اعطي بحث طمئن المغاربه، الطمئنه. ودابا جايين غيرجعوا مره اخرى وغنشوفوهم مره اخرى. وحنا باش نقول لكم الاخوان، هذا الفوز ديال البي جي دي راه عندك يسحبكم حنايا من دوك الناس، راه ملا علاقه، راه ما غيديروا والو. وراه فازوا بالمقاطعه عباد الله، وفازوا كذلك بضعف ديال البديل، ما لقاوش لنفسهم، لان اغلبيه هاد اللي كينافسوا ما عندهمش مصداقيه، ناس ما عندهمش شرعيه وما عندهمش برنامج وما عندهمش امتداد وما كيخدموش، كيخدموا عمل من حتى كتقرب الانتخابات. راه كل لقاو بديل راه يفرحهم. وفازوا لان المخزن باغيهم، وفازوا لان المؤسسات والبنك الدولي والامريكان باغياهم، لانهم كينفذوا المشاريع المعاديه للشعب المغربي. الدوله المغربيه ما قادراش تجاوب دابا على الطلب الاجتماعي، التعليم خصو 15000 استاذ معلم باش يبان لكم الدوله بداخلها غتفرع الشعب غير اليوم. علاش المدارس الخاصه كتقري؟ وعلاش المدارس العامه اليوم ما كتقريش يومين من البارح اليوم؟ شنو هو الميساج من هادشي؟ علاش ما يكونش اليوم عيد وطني؟ انتخابات راه عيد وطني، ونربيو التلاميذ على الديمقراطيه وحقوق الانسان، ونديروا درس على الانتخابات. كيفاش انت كتقول الدوله والمواطنين ولات الشعب مساكن معطلهم يومين؟ وعباد الله الاخرين اللي هما ديال عباد الله الاخرين ديال القطاع الخاص يقراو، اش من جيل كتصنع؟ واش هذا تكافؤ الفرص؟ واش هذا تعليم غير من هذا الميساج؟ كيفاش انت كتقول انتخابات ومع عباد الله كاين اللي ها هو لا كارت نساه اليوم ما صوتش به؟ علاش ما يصوتش بنادم بالبيرمي؟ عدد من الناس يبدو البيرمي كيقول لهم لا، ولا كارت كريز ولا كذا، رغم انها وثيقه ديال الدوله. دونك انا بغيت، علاش؟ لانهم هما ضابطين العمليه، ضابطين عدد الاصوات. باغي البي جي دي يجي يا عباد الله واعطيوني شي حاجه دارها البي جي دي غير قرار واحد لفائده الشعب. انا الموقع بديل حكموا عليا، ماشي نقول لكم غنسد الموقع لان الموقع ديالكم، والله ما باقي نكتب خبر. اعطيوني قرار شعبي، قرار، خلينا من القرارات الفئويه الصغيره اللي الحكومات ملي بانت كدير، قرار الشعب واعر واعر. عطيوني شي حاجه دارها في الميزانيه، شي قرار شجاع. مثلا القصر يقول له 240 مليار، مثلا ياخذ شي قرار ضد كبار رجال الاعمال، ضد الباترونه، شي قرار مثلا في الصندوق يحلو ديال التقاعد بلا ما يقيس الفقراء والموظف. عطيوني قرار، عيت نهضر معكم في هذا الشيء. خليوني شي قرار يكون شعبي صحيح واحد في هاد الخمس، والله لا لقيتو قرار واحد. جميع قرارات ضد الشعب وحكر على الشعب، وعفى الله عما سلف والنفاق والكذوب، وها هما راجعين لان المخزن باغيهم. المخزن ما قادش على العافيه، المخزن واحد مأزم. الى البي جي دي هبطلو لتحت باقي عنده واحد شويه الشرعيه، لانهم دوخ بعض عباد الله، وكاين عنده الاحسان تحت، وكاين النهج، وكاين الفيدراليه، وكاين عينوض عليه صداع. وهاد عباد الله البدائل الاخرى ما قادرش يحكموا. اذا احسن حاجه هو هاد البي جي دي خليه في الحكومه، لانه هو غيقدر يضبطلو هالخلفيه. ما يقدرش المخزن يغامر بالبي جي دي. وهذاك الشيء اللي كان كيدير معاه مؤخرا، حنا فاش قلناها في التدوينه كانت فقط يعني مناوره، وهنا كاينه مغامره باستقرار ديال المغرب. البي جي دي عاوتاني ما معنيش غيدقدق عباد الله ويزيد في الاسعار، لانه باغي يتغلغل وسط الدوله، كيخشي وليداتو وسط الدوله. هو معني بواحد العالم اخر كيخطط له، والدوله عايقه به، والسبع مزيان الغابه، والغابه مزيانه السبع، والضحيه شكون؟ هما حنا الشعب المغربي كندفعوا الفاتوره. كندفعوا الفاتوره صحفيين وحقوقيين، والشعب المغربي كيدفع الفاتوره، وكل شيء غيدفع الفاتوره. وكنختم هذا اللقاء هذا وكنقول لكم راه ما غاديش نتعاتقوا معاكم، وغادي ننتقدوكم. واللي كيقول لي المهداوي يكون محايد، كنقول له لا، انا لست محايد. ما كاينش في العالم شي صحفي محايد، ما يمكنش نكون محايد نساوي الظالم والمظلوم. نهار اللي تكون متاكد بك انا انت ماشي راجل اسمح لي سياسيا وعدو الشعب، ما يمكنش نكون معاك محايد. نقول الاخبار، الا ضرب شي واحد شاب الشجر، الا ضرب شي واحد بنكيلان ولا الرميد اعتدى عليه، غنقول اعتديت على بنكيلان. ولكن باش تقول لي نقنع المغاربه بان بنكيلان غيصلح ولا الرميد، والله لا بعتاد الوهم، والله لا بعتاد الوهم. وما غنكونش بحال دوك المثقفين المتواطئين ودوك الحربائيين. كاين واحد المثقفين راه كتشوف الاخر كل واحد كيلعب، صحفيين وحقوقيين، كاين اللي طامع يدير بوست، كاين اللي كياخذ دابا التمويل عن طريق البي جي دي، كل واحد كاين اللي حموله نفسيه عنده عجاء مع الدوله تجبر، والله الا كاين اللي باغي يبان فيها بطل، كاين عداد من الناس. ونبغي هنا تفكرت واحد النقطه ملي اتهمت في الفوز ديال البي جي دي، الى جانب اولا ما لقاوش البديل،
كما قلت لكم استفدوا من العزوف، والثالث كاين عاوتاني الخدمات اللي عطاوها، هما خدموا على مستوى الجمعيه، توكلوا عباد الله الوزاره توظفوها في هذا الشيء كانوا كيوجدوا. وكاين نقطه اخرى مهمه نسيتها، هو انهم نجحوا في يعني استغلال وتوظيف كلمه ديال التحكم، قنعوا بعض الشعب، تقنع ولا بعض الناس بانه بالصح بغاو يخدموا والاخرين ما خلاهمش، وهذه نجحت والمخزن عارفها. ومهم كل شيء رابح لاساسه هو يرجع البي جي دي مره اخرى، لان النظام دائما ما كيقدرش يغامر بشي حكومه ما تكونش عندها شويه الشرعيه. المخزن البي جي دي باقي عنده شويه الشرعيه، ساهمت فيه بعض المثقفون اللي خانوا ضميرهم وبداو كيبيعوا الوهم، هل اللي باغي يولي في شي مؤسسه، هل اللي داخل في شي مصلحه تحت كذا، هل اللي مغرر بهم، وهذا الشيء كله غياكل فيه الشعب، لان الناس ما كتبغيش تقول الحق. انا كنختم معاكم وكنقول لكم راه اللي سرق بيضه يسرق ثور، راه اللي مجرم في الصغيره مجرم في الكبيره، راه كنقول لك انا ها واحد الوثيقه تخزنت عام ونص، هذه سبه في حق الدوله، في حق الحقوقيين، في حق النخبه. اي برلماني اي حقوقي ما يقولش كلمه على هذه، غير مثقف وغير جدير بالاحترام، وكيكذب على الشعب المغربي. ما يمكنش وثيقه تخزنها مؤسسه ديال الدوله والحموش يدير والنيابه العامه كتفرج، ما يمكنش صدله. هذا الحماق، هذا الحماق، هذا الرعب، هذا الرعب. هذه مؤسسه الشرطه القضائيه، هذه تخزن انت وثيقه والسيد جالس كيضرب في الحبس عام عام واربع شهور، البصمات كتقول ماشي هو، كيفاش انت وقاضي التحقيق اللي دار داك الشيء وما بغاش وغادي كيدير التحقيق وما يتسناش الوثيقات، والقاضي اللي حكم عليه بالمؤبد، شوفوا عباد الله فين عايشين، قاضي التحقيق والقاضي اللي حكم والشرطه والمصيبه الكحله هذه غير حنا قدرنا نفتحوا اعلامي وكان هادشي غيدوز وباق، وهذا الشيء غير وحده عدد من الملفات اللي حنا كنفجروا وكنغامروا بصحتنا وبولادنا، وممكن توقع لنا المصيبه الكحله. كيجي واحد الدجال واكل القرقوبي موعدو شي واحد بشي سيرك ثالث، ولا موعدو غير يخدمو شي جماعه ب 3000، كيبدا يسب يقول لك المهداوي غامروا، حنا كنغامروا بصحتنا، كنجبدو امنيين على واش بدو كنس الناس ما عندهمش، كيقولكم هاد البلاد كل خارج عليها عدد من الناس ما عندهمش ضمير، ما تيبغيوش الوطن، ما تيبغيوش، الناس كتفكر في مصالح. راه اللي كيدافع على البيشي دي راه جوج الناس، اما جاهل ما فاهمش، اما عنده مصلحه ما يبينها لكش، يقول لك هذا ولا يقول لك اعطيني غير شي قرار شعبي داروا هاد السيد هذا، اعطيني عقاب. واش الرميد عباد الله؟ واش الرميد كيخشي راسو في الرمله؟ يقدر يحكم على الفساد والقضاة، انا نعطيه القضاة الفاسدين، اتحداه يفتح معايا هذا البحث، انا نعطيه قضاة مرتشين، نعطيهم له بالاسماء واتحدى، والله ما يقدر يفتح، والله ما يقدر يهضر معايا، حيت عارفني، وحيت هو ما كيحكمش، والله ما كيعرف الوزارات العدل شنو واقع فيها، وملفات كتدخل ما كيقدرش، كتجي من الوكالة العامة وكيمشيو دايركت ملفات المديرية الشؤون الجنائية، ما كيعرفش اش داير، هو مقابل عا يخرج يبيض من توقع الجريمة يدافع عليها، هذا هو دورهم. هذا هو دورهم، وحنا غادي نواجههم مهما كانت الكلفه. وغنقول لكم واحد الفكره الاخوان، وهذه اخر كلمه، انا راه رابح مع البي جي دي، خاصكم تفهموا هذه الفكره، انا راه تعرفت في عهد البي جي دي باخطائهم، الحمد لله كمواطن بسيط هما خلقوا لي سمعه وخلقوا لي وليت صحفي دولي وكنتكرم بمنظمه العفو الدوليه، ماشي لحقاش انا واعر، حيت هما سوقهم خاوي. دونك انا رانا رابح مع بالاخطاء ديالهم ومستفيد، ومستفيد لانهم عندهم الزبالي كيعطيونا فاش نخدموا وكيعطيونا التصريحات باش نخدموا، يعني الا جيت كلمة انا راه ما خاسر معاهم والو، ولكن مني الوطن خاسر معاهم، صوره البلاد خاسر. واش كاين شي اساتذه ضربوا الدم كيسيل؟ واش عباد الله كينساو الدماء؟ عطيوني شي حكومه ضربت الدم، عطيوني شي حكومه زادت في الحليب السكر الزيت، ليه ما تجيكم على بالكم المحروقات الموظفين القمع في الاخر تيقول لك دوله داخل دوله الخيانه كل شيء، ومع ذلك هما كيرجعوا. هنا تعرفوا المغاربه كاينه ازمه ديال هاد البلاد، هاد الانتخابات لا يحتكم اليها، والدليل كما كتبت في واحد التدوينه، شوفوا غير الفيدراليه فيها ثلاثه الاحزاب، الناس وسطها شبعان الحباسات، فيسبوك 100 مثقف، وفي الاخر كيجي حزب ديال عرشان كوميسير اللي هو دوز على عباد الله الدكاكه في السبعينات ودي ثلاثه المقاعد. كيفاش تفسر هاد الحياه السياسيه في هاد البلاد؟ كنشكركم ونقول لكم المعركه مستمره مع المنافقين ومع الظلام مهما كانت الكلفه، وشكرا لكم.